اسمه كريم. كريم كمان عمر؟ مفيش كده خالص. انتي ايه طريقتك دي يا بنتي؟ ما تتعدلي شويه في طريقه كلامي. هو انا قلت حاجه غلط؟ مش الواحده لازم تاخد بالها من التفاصيل الصغيره دي؟ مش احسن يجي لها واحد تخين بكرش او بتاع بنات؟ بس هو محترم قوي. عمر عمر قوي يا بنتي، احترمي نفسك، بلاش الطريقه الغريبه بتاعتك دي. خدتي رقم تليفونه؟ لا طبعا. انتي غريبه جدا بجد، مش لازم تاخدي رقم تليفونه. تعزمي على عشاء، على غدا، كان هو من رد الجنين يعني. ايوه ما انا كنت عايزه اعمل كده لكن ما جاتش فرصه. بقول لك ايه، تليفونه الحقي ده نادر. ما ترديش عليه، اتكلمي وما بردش عليه. على فكره ده بيحبك جدا. يا فرحتي، بيحبني وبيلف على صاحبتي. عادي كل الرجاله كده. وانا يا ستي لو كل الرجاله كده مش عايزه اتجوز. على فكره سلمى انا بتكلم بجد، نادر بيحبك جدا. ده لف على صاحبتي، كان واخدني انا وهي شروه واحده، انا العروسه اللي يفرح بيها ويخرج مع صاحبتي ويتبسط معايا. الطريقه دي وحشه قوي، وانا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. ولو سمحت ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني، ولو كلمتيني فيه هبطل اكلمك واشوفك خالص. يوه، احنا مش هنخلص من الموضوع ده بقى. انا مش عايز اعمل معاك مشكله، انا ممكن امنعك تيجي هنا بطريقه مش هتعجبك. هي سلمى كانت مع مين؟ ايه، حد احسن مني؟ خلاص قررت تتجوزيها لحد تاني؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لعلمك انا بحبها ومش هسيبها. انت ازاي تكلمني اصلا بالطريقه دي؟ انا فعلا بحبها، وبعدين يعني اللي حصل ده مش نهايه الدنيا، اي حد معرض ان هو يغلط. المهم هي ايه بالنسبه لي؟ والله دي حاجه تخصها. طيب لو طلبت منك انك تتكلمي معاها. اسف نادر، انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ لو سمحت امشي. سلمى انت كنت مع مين؟ مش من حقك انك تسالني. لا من حقي. لا مش من حقك، لان كل حاجه كانت بينا خلاص انتهت. لو سمحت امشي، اطلع بره. انت كنتي مع مين النهارده؟ انا بسألك كنتي مع مين؟ كنت كريم اللي جه هنا وانقذني. هو اللي كلمك؟ لا، أنا شفته صدفة في المكان اللي أنا وإيمان كنا فيه مع بعض، قمت سلمت عليه وشكرته. أنا حتى ما خدتش رقم تليفونه. مامي لو سمحتي، لو نادر جه هنا تاني المفروض إنك تهدديه، قولي له هطلب لك بوليس، هعمل لك محضر، أي حاجة. مالك؟ لو قابلتي كريم ده تاني من فضلك ما تتكلميش معاه خالص. ليه؟ تقدري تقولي لي هو ليه ما بلغش البوليس لحد دلوقتي؟ عشان انا اللي المفروض كنت ابلغ. لا، لانه جه هنا وشاف. بس لو ما كانش جه هنا انا كان زماني مت. الحكايه دي بقى مش راكبه على بعضها كده. لو هو انسان مظبوط كان راح البوليس وبلغ على اللي شافه. الو، ايوه انا. ايوه اوكي، حاضر، متشكره جدا، شكرا. مين اللي بيكلمك؟ كريم في البوليس وبيعمل محضر بكل اللي حصل، والضابط طلبني وعايزني اروح عشان ياخد اقوالي. هو ده اللي حصل يا فندم. هو ده اللي حصل. يعني ما تعرفش توصفه خالص؟ اصله كان مخبي وشه. كان مخبي وشه. طب يا كريم انا هعرض عليك شويه صور كده، يعني يمكن احساسك يدلك عليه، وخصوصا انك بتقول شفت عينيه. تحت امرك. انت ساكن فين يا كريم؟ فيلا 25. فيلا 25؟ ياه، فيلا 25 دي بعيده قوي عن فيلا سمر. ايه اللي وداك هناك؟ اصل بحب اخرج واجري ورجلي خدتني هناك،
قدر يعني؟ رياضي يعني، رياضي وتحب تجري وكده. شوف القدر يا اخي يخليك شخص رياضي عشان تنقذ الولية الغلبانة دي قبل ما تموت. انت قلت لي بتشتغل ايه؟ انا كنت مدرب غطس في شرم الشيخ، بس انت عارف الاوضاع السياحية دلوقتي مطلوبة. عاطل يعني؟ عاطل. لا الامور هتبقى كويسة، الامور هتبقى كويسة وهترجع تغطس تاني، والروس رجعوا خلاص والسياحة هتنتعش. بص يا كريم، لو سمحت ما تخرجش بره البلد غير لما اديك اذن. ماشي؟ تحت امرك يا فندم. عشان هحتاجك شويه اليومين دول. تحت امرك. بقول لك ايه؟ ابعد عن سلمى. هو انت مين بقى؟ انا خطيبها. بس انا ما شفتش دبله بيضا. اسمع اللي بقول لك عليه من الاخر عشان مصلحتك. أنا كنت خايفة إن الموضوع يأثر فيكي أكتر من لازم. أنا قوية زيك بالظبط، ومش أي حاجة بالسهل تأثر فيا. أنا بفكر أبيع الفيلا. لا، البيت هنا حلو والمكان لطيف. أنا اللي غلطانة، أنا اللي سبت باب المطبخ مفتوح. وبعدين إحنا المفروض نجيب جارد، نجيب أي حد، نجيب كلاب، مش نبقى قاعدين كده لوحدنا. عندك حق، ده من المحظوظ ابن المحظوظ. اهلا. ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. يا عشاني؟ اه كريم يا ماما. اتفضل. انا اسف اني جاي من غير ميعاد، بس انا ما عنديش تليفونك. اه اوكي، زي ما بيقولوا حماتك بتحبك. اتفضل. ربنا يخليك. ميرسي. اتفضل. أنا بصراحة ما كنتش جاي، بس حصلت حاجة سخيفة. خير؟ واحد اعترض طريقي وقال لي أبعد عن سلمى، وقال لي إن هو خطيبها، وبصراحة طريقته كانت سخيفة جدا، وأنا ممكن كنت أتصرف معاه بطريقة أسخف، بس لما عرفت إن هو خطيبها جيت أتكلم معاكي. أنا حد عصبي جدا وما بحبش المشاكل، وأوقات كتيرة بخرج عن شعوري، وممكن أتصرف معاه بطريقة هو فعلاً ما يحبهاش. أنا أسفة، لكن نادر كان في يوم من الأيام خطيب، إحنا خلاص سيبنا بعض، لكن هو هروح أجيب طبق فاضي. ممكن نغير الموضوع؟ أنت أكيد ساكن قريب من هنا مش كده؟ أنا ساكن فيلا 25. عايش لوحدك؟ أنا والدي ووالدتي متوفيين وأنا عايش لوحدي. كنت بشتغل في شرم. ميرسي. كنت بشتغل في شرم مدرب غوص، بس أنت طبعاً حضرتك عارفة الدنيا دلوقتي واقفة خالص، فقررت أجي. أمال عايش منين؟ أنا حالياً ما بشتغلش. ميرسي. طب بتصرف منين يعني؟ مامي ممكن تسيبيه ياكل؟ معلش انا مش زعلان، انا بقالي كتير قوي ما اتكلمتش مع حد. اول مره احس انه عندي جيران. انا بدور ان انا ابقى مدرب سباحه في اي نادي. كويس قوي. لا مش كويس، دي مهنتي اللي انا بحبها ومش عايز اسيبها، لازم ارجع شرم. يبقى الفيلا اللي انت قاعد فيها دي اكيد بتاعت اهلك. لا خالص، احنا كنا عايشين في الشروق، والفيلا دي انا اشتريتها بفلوسي، استثمار يعني. حضرتك انت عارفه دلوقتي الواحد لما تكون الفلوس بين ايديه تتصرف على طول. عندك حق. كل. طيب انا هقوم اعمل شاي عقبال ما تخلصوا اكل. ما تزعلش منها، بس هو شغلها اللي خلى طريقه كلامها بالطريقه دي. ممكن اسال سؤال؟ اه. هي بتشتغلي؟ انت ما تعرفهاش. طب اوعى تقول لها بقى انك ما تعرفهاش، لانها ممكن تحطك في البلاك ليست. هي فنانه مشهوره ولا حاجه؟ وهي لو بتمثل انت مش هتكون عارفها؟ اصلي ما بتفرجش على التلفزيون خالص. واو. لا يا سيدي، صحفيه مشهوره جدا، اشهر من نار على علم.